شريت من تركيا بارت 3. بالنسبه للحلويات كنت شريت في تركيا ما كنت تما ديال مصطفى حافظ البقلاوه كنعرف هذاك السيد ديال البيستاج ديالهم كليتو الصراحه واعر ديك الباكي وريتكم غير الباكياج باش معايا ذكرى حقاش كنت كنسكن ما كانش ما شي محل قريب ديال مصطفى حافظ باش نعاود نجيب معايا دونك جبت معايا لاباط سوفونير من السوق المصري ولا السبايس بازار شريت هذا داك الشيء ديال الحلقوم وديك الحلويات ديالهم ها هما كيفاش دايرين شريت هاد لي بيسكوي وريتهم لمريم صراحه واعرين بحال ميريندي ديالنا عندنا وطاغير ما بين ميريندي وطاغير اللي عندنا في المغرب سميتها كارام غورمي كتباع في بيم شوفوا كيفاش دايره زوينه الصراحه شوف منهم هاد الحبيبات او اللي بقاو ensuite شريت هاد الطقم ديال اتاي فيه جوج كيسان ديال اتاي جوج طباسة باش تحطي فيهم دو سود فيغ و المعالق و باكية ديال اتاي التركي كيما غادي ندير فيديو نتيستيه معاكم فيديو ان شاء الله عفري شريت هاد الطقم هاو التاني هدا كنت حليتو يا ربي تهرس شوفو كيفاش داير ديال القهوة التركية فيها هديك الغلاية ديالهم ديال تركيا فيها الفنجال هكا داير فنجال تركي والطبسيل ديالو تحط الطبسيل ديالو هو كيفاش كديري تشربي قهوة تركية زينة الصراحة دوكتا واعرة باكية ديال القهوة التركية وفنجال آخر والصينية غادي ندير فيديو ونتيستي القهوة التركية بيدي ونشوف واش غادي تصدق يما تصدق شباب تركيا ولا لا اخر حاجه شريتها ثاني هادو كانوا غير بخدم شريتهم بحال داك الشكل اللي كان مستني ولكن شريت غير الفنجال وديك القباره ديال الفنجال والطبسيط ديالها فهاد اللي انا ندير في الضي